سريعا جدا، الموسم اللي جاي ده 500 ارتباط تقريبا عندكم تحديدا، يعني عشان ما بقاش مبالغ، 6 بطولات عندكم: دوري، مرتبط، كاس، بطولة عربية، بطولة افريقيا، سوبر، من غير ترتيب طبعا. كيف تستعد للموسم ده كابتن عمر؟ الموسم هيكون صعب جدا جدا من الناحيه الفنيه والبدنيه. يمكن نادي الزمالك ونادي الاهلي كان عندهم مشاركات في بطوله افريقيا والبطولات العربيه، فعلا كان موسم صعب عليهم. احنا ان شاء الله هنحاول نستعد ليه كويس جدا جدا، خصوصا احنا عندنا طموحات كبير جدا جدا في ان احنا نفوز بالبال زي ما نادي الزمالك ونادي الاهلي سبقونا. اول مشاركه للاتحاد في البال، اول مشاركه لنادي الاتحاد، والبال بينقل الفرقه اللي بعيد. صح. فاحنا ان شاء الله هدفنا الكبير اللي هو البال. الفوز بالبال. هتلعب في مصر؟ هتلعب لسه ما بين مصر او ممكن تكون المغرب، يعني لسه ما استقروش. تمام. بس الفاينلز ممكن تكون في جوهانسبرج. تمام. اتمنى ان شاء الله ان احنا يعني السيزون ده نقدر نتوفق فيه، نقدر يعني نديه بصوره كويسه، والانتصارات اللي احنا حققناها او الفوز بالبطولات نحافظ عليها. ونضيف كمان البطولات اللي هي كانت جديده زي بطوله البال او البطولات اللي هي غابت عن نادي الاتحاد. البدايه بتكون مهمه لموسم مليان ارتباطات، يعني سواء البطوله العربيه اللي في الامارات او بطوله السوبر قدام الاهلي في البحرين، دي بتكون بالنسبه لك حاططها تارجت بيوضح لك الموسم ماشي ازاي ولا ما بيفرقش معاك؟ لا، مهمه جدا، مهمه جدا، وخصوصا يعني ميزه وعيب. الميزه انك انت بتحاول تلعب بطولات قويه زي السوبر قدام الاهلي او البطوله العربيه. العيب انك انت يعني بتبقى مباريات قويه في بدايه الموسم ما جتش تدريجيا. ايوه، احنا بنحب دايما ان احنا نلعب مباراه تدريجيه واحدة واحدة. عشان نلعب المباراه القويه. أيوة. لكن مع دي لا، مش بيحصلش يعني. الاهلي كان اعلن ضم ابراهيم هشام، وانا كنت عارف ان الاتحاد داخل فيه بقوه، يمكن قبليكم الزمالك كان داخل، في الاخر راح الاهلي. ازاي شفت الانتقال ده؟ ابراهيم هشام لعيب جميل جدا، واحنا نادي الاتحاد السكندري كان عندنا رغبه. النهارده تلقيت اتصال بيه الساعه 3، يعني هو بيعتذر بصوره راقيه، ولان احنا كلمناه بصوره يعني ان احنا طبعا كان عندنا رغبه فيه، بس هو ابراهيم فضل ان هو يروح النادي الاهلي عن العروض الاخرى. بتمنى له التوفيق، واحنا عندنا صفقة واحدة السنة دي. أول الدوري ليه صفقة. صفقة ناوي تشتغل على صفقة بحط واحدة؟ يعني بحط كده عنوان، يعني بقول إن هو صفقة واحدة لا تكفي. أيوة، يعني هي ادفع الغرامة كيش وجيب غيرها. مش كافية ليه يا أستاذ كابتن هاني؟ عشان إحنا عندنا استحقاقات مهمة جدا. أيوة. وعايزين لازم يكون في الفرقة يعني مدعمة بصورة مهمة. عندنا ممكن يبقى يكون في صفقتين، وممكن لا ننجح في أي صفقة. ده يعني ده ممكن يحصل. ايه اللي ممكن يعطلك انك تعمل صفقات؟ ان ما يكونش فيه الصفقات اللي انت بتحاول فيها ممكن ما تقدرش تحصل عليها. مجلس الاداره واستاذ محمد مصلحي باذلين مجهود كبير جدا، في لعيبه بفضلها ان هي تلعب في اوروبا، في لعيبه ما تقدرش انت توصل معاها لحاجه معينه، في لعيبه انت ما عندكش قناعه قوي انك هي تنضم ليك يعني. وبالتالي بتسعى الى صفقتين او ثلاثه. لا، هي المفروض لينا صفقه رسميه، بس صفقتين. اتمنى اتمنى ان احنا نوصل للرقم ده، ولو ما فيش احنا يعني عندنا تحدي هيكون صعب، ولكن احنا قادرين عليه ان شاء الله. باتريك جاردنر او عمر الشيخ الاثنين ضمن حساباتك؟ ضمن الحسابات طبعا. مع كل الفرق، ولكن هم عندهم هدف مفضلين ان هم يستكملوا في اوروبا عن ان هم يرجعوا. تمام. في مصر، لكن بنحاول يعني. انس اسامه عقده بينتهي بنهايه الموسم ده، بداتم معاه مفاوضات التجديد؟ انس من اللعيبه المهمه جدا جدا على مستوى نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر. عندنا انس وعندنا مجموعة لاعبين آخرين عقودهم تنتهي آخر الموسم، مش أنس بس. أيوة. بصراحة مجلس الإدارة وأستاذ محمد مصلحي بدأوا إن شاء الله الملف ده، وإن شاء الله أنا متفائل جدا جدا هيحسموه بصورة كبيرة جدا جدا لكل اللي عقودهم بتنتهي نهاية الموسم. إن شاء الله. أنس ما قالكش جاي العروض من هنا ولا من هنا، بيفكر في إيه؟ أنس عنده عروض. أنس لعيبة مميز محلية وخارجية. عندنا لعيبة مميزة جدا جدا في نادي الاتحاد، وعنده خارجيا وعنده عروض داخلية إحنا عارفينها. انا اتمنى ان هو يستمر في نادي الاتحاد السكندري. كان جميل جدا جدا ان هو اخد خطوه كبيره السنه دي وخد الدوري مع نادي الاتحاد السكندري والكاس. اتمنى ان هو يستكمل مع بال وبطوله عربيه. بطوله عربيه السنه اللي فاتت كان حظه سيء وكان عنده اصابه ما شاركش فيها. صح. اتمنى ان هو يكون عنده مشاركه السنه دي، وربنا يوفقه ويستكمل مع نادي الاتحاد السكندري. اخيرا كابتن عمر، رساله قبل الختام تقولها لجمهور كره السله المصريه عموما ولجمهور الاتحاد السكندري اللي شفنا صور فرحته قد ايه
ايه بعوده الاتحاد للتتويجات؟ جمهور كره السله احنا نتمنى ان شاء الله منتخب مصر يرجع ويكون في الرياده باذن الله ان شاء الله على المستوى الافريقي. اكيد في بلان معين او خطه معينه ماشيين عليها، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله عشان نسعد بيهم في البطولات الدوليه. جمهور نادي الاتحاد السكندري الحمد لله قدرنا نحصل على بطوله، وانتوا كنتوا العلامه الفارقه معانا، دايما ليكم فضل علينا كبير جدا جدا، وان شاء الله هنبذل اكبر مجهود السنه دي عشان نساعدكم. وقد ايه كان استقبالهم جميل جدا لينا الساعه 5 الصبح في بطوله الكاس والدوري. ان شاء الله نساعدكم مره ثانيه باذن الله. ان شاء الله كابتن احمد عمر اتشرفت بمقابله حضرتك، مبروك مره ثانيه، واتمنى اقابلك دايما على خير. انا اتشرفت كابتن هاني، ومتشكر جدا على الاستضافه الكريمه دي. شكرا لحضرتك. متشكر جدا. نورنا الكابتن احمد عمر المدير الفني المخضرم لفريق الاتحاد السكندري المتوج بثنائيه الدوري والكاس. انتوا كمان لسه منورنا، لان ما زلنا بنمتلك